السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة دي اللي هي في السلايدز اللي جاية إن شاء الله هنشتغل في عملية تصميم أو ديزاين أوف ستيفنرز. أول حاجة بنشوفها التايبس أوف ستيفنرز. بذكرك إن إحنا خلصنا خلاص المحاضرات السابقة الديزاين أوف بيمز اللي هي كانت 3 أنواع سترينجر وكروس جيردر ومين جيردر. هنا هنبتدي الاستثمار. عندنا فيرتيكال وهوريزونتال نوعين. الفيرتيكال بينقسم الى 3 أجزاء: اند بيرنج اللي هو في البداية والنهاية، الترانسفيرس انترميديوم والانترميديال بيرنج. اما الهوريزونتال فنوعين بساط جدا، واحد بيتحط في الخمس وواحد بيتحط في النص، وهنشوف التفاصيل في السلايدز اللي جاية. السلايد ده بيبين لك بوضوح الأماكن بتاعت الستيفنرز اللي قلناها فيما سبق. عندك الهوريزونتال اللي هو موجود في دي على 2 اهو، باين اهو في السهم في أعلى الصورة، والهوريزونتال برضو دي على 5، وفي أول الصورة من تحت الإند بيرنج اللي هو الفيرتيكال ستيفنر. يبقى إند بيرنج كلها بتبقى عبارة عن بليتس. وعندك بعد كده الترانسفيرس انترميديات برضو بليت وموجود انترميديات. هنرجع بعد كده في السلايدز الجاية نشوف تصميم كل اللي قدامنا ده. بلان للكوبري فيه باين، بس بنوضح فيه الستيفنرز السابقة. فـ اند بيرنج اللي هو في البداية زي ما انت شايف ان هو بيتحط على الويب، بيتحط على الويب، هو كله بيتحط على الويب الحقيقة بتاع المين جردر. فعبارة عن بتكلم عن الاند بيرنج دلوقتي، فلانجة فوق أفقية وبعدين فلانجة زي ما رأسية وبالمثل تحت، يعني سيمتري فوق زي تحت. أما الترانسفيرس فزيه بس مفيش الفلانجة الأفقية. دي بقى الانترميديات بيرنج بالظبط زي الاند بيرنج، بس ايه الانترميديات بيبقى زي ما هو بيتقال كده انترميديات، يعني مش في الأول، في النص أو في الربع أو في حكاية من غير الأول والآخر. أما الأند فبيبقى في الأول والآخر. وهنشوف بقى تصميم كل واحد منهم بعد كده في السلايد الجاي، وهنبتدي بالأند بيرنج اللي هو موجود في الأول والآخر. أول واحد زي ما قلنا هنصممه هو الأند بيرنج، وده طبعا فيرتيكال استثمار. هو بيبقى موجود عند السبورت، والسبورت في الأول وفي الآخر، علشان بتضغط السبورت على الويب بتاع المين جردر، فممكن يحصل نوع من أنواع الانبعاج بيسموه كريبلينج، نتيجة إن الرياكشن بتبقى عالية جدا في هذه المنطقة، طبعا الرياكشن بتاعت الكوبري. ولذلك بيوضع بليتس بتسمى فيرتيكال ستيفنر او اند بيرنج فيرتيكال ستيفنر اللي هي شفنا شكلها في السابق. دي بتتصمم طبعا هنا على الرياكشن بتاع المين جردل اللي هو بيساوي زي ما احنا عارفين كيو ماكس بيساوي كيو لايف لود وكيو ديد لود، لان ده بيبقى هو الشير، هو الرياكشن اللي في الاول. طيب الاريا بتاعته زي ما قلنا بيبقى 2 بي 1 وتي 1 زائد 2 بي 2 وتي 2. ليه بقى بي 1 وتي 1؟ لان احنا واخدين فلانجة فوق وواحدة تحت، وواخدين بليت افقية فوق وبليت تحت، يبقى بنضرب كل واحدة في 2، وبناخد جزء من الويب معانا بتاع الكاميرا 12 مسافة 12 تي تربيع دبليو. دي بتدينا الاريا بتاعت المقاومة للفورس اللي فوق. ونشوف السلايد اللي بعده. السلايد ده بقى رسمين لك الحاجات اللي قلناها قبل كده.
بي 2 ودي 2 اللي هو الفلانجة الأفقية فوق والسيكونس بتاعها والعرض بتاعها، وواخدين اللي تحت على أساس إنها دي 1 وتي 1، وزي ما قلت لك واخدين جزء من الويب طوله 12 تي ويب، فلما بناخد الاريا بيبقى 12 تي ويب 50 ويب، يعني 12 تي ويب تربيع. وبنصممها زي ما هو مكتوب لك هنا على اساس انها عباره عن كومبريشن من بره، وبناخد الانرجيا حول المحور الضعيف اللي هو مكتوب لك المعادله هنا بتاعته اي اكس 2 تحقوس دي 2 تي 2 تكعيب على 12، ودي هنا بتبقى صغيره قوي 2 تكعيب دي، فممكن بنحملها اساسا، زائد بي 2 تي 2 زائد مربع المسافه اللي هي تربيع اهي قدامك، زائد تي 1 بي 1 تكعيب على 12، زائد بي 1 تي 1 في برضه مربع المسافه، والترم الاخير بتاع ال 12 تي ويب تي ويب تكعيب على ايه 12. وطبعا زي ما اتفقنا ان تي ويب دي صغيره، فلما نكعبها ده هنا كمان اس 4 ممكن نهمل الترم ده، يبقى ممكن نهمل الترم الاولاني والترم الايه الاخراني. طبعا ده لسهوله، بس الصح انك تاخده، صح انك تاخده، انما لو هتهمله مش هنقول انها حاجه غلط لان هو قيمته بسيطه جدا. ده الانترميديت بيرنج اللي هو في يشبه الاند بيرنج، بس ما بيتحطش بقى غير عند الكروس جيردر، غالبا عند الكروس جيردر، يعني يبقى في كل كروس جيردر بنحط ايه فيرتيكال ستيفنر اللي هو الانترميديت بيرنج. ده الغرض منه لما بيحصل ان الكروس جيردر فيها رياكشن بتضغط طبعا على الويب بتاع المين جلدر، وممكن يحصل له الكريبلينج اللي قلناه قبل كده، وممكن كمان يحصل له نوع من انواع ايه الباكرنج. ولذلك احنا بنصمم الانترميديت بيرنج ده على الرياكشن اللي جايه من الكروس جلدر اللي هي ايه كيو ماكس، لان الرياكشن هي الشير في الكروس جلدر، بيبقى دي حسبناها طبعا كذا مره كيو لايف لود زائد كيو ديد لود. انما في قوه ثانيه اللي هي بتمنع حدوث الباكنج بتاع الويب، ودي هنحسبها زي ما هنشوف في السلايد اللي جاي. القوه اللي قلنا عليها دي هي المتبروزه فوق اهي سي اس بتساوي 0.65 0.35 فيلد على كيو بي ناقص 1 في كل في كيو اكتوال. هتقول لي ايه كيو اكتوال؟ هو مكتوب لك اهو، هي الشير فورس اللي بتحدث في مكان الاستفنر، مكان الاستفنر. ودي طبعا ممكن بنحسبها من الدياجرامز اللي نستفيد بيهم قبل كده اللي رسمناهم، اللي هم الماكسيموم ماكسيموم شير للاثنين بقى، للديد وللايف، للديد واللايف. خد بالك بقى الاريا هنا بتختلف شوية، بتبقى برضو فلانجة فوق وفلانجة تحت، يعني 2 بي 1 و 2 بي 2 و 2، اما الجزء من الويب فبناخد 25 مسافة طولها 25، ولذلك الاريا بتبقى 25 تي تربيع ويب. ده عبارة عن الجزء بتاع الاريا اللي بتشتغل في الانترميديات ستيفنر. اخر حاجة في الفيرتيكال ستيفنر اللي هو الترانسفيرس انترميديات، وده طبعا ما بيتحطش في اماكن الكروس جيردر، ده اذا بيمنع الباكلينج بس بتاع الويب، وبالتالي مفيش داعي ابدا ان احنا نحط الهوريزونتال بليت فيه، فبيبقى فيرتيكال بليت بس، وزي ما قلنا علشان يمنع الباكلينج، ولذلك بنحسبه من السي اس دي اللي هي موجوده تحت تشبه اللي فاتت تمام بتاع الانترميد بتاع الانترميديات ستيفنر اللي فات،
بس هنا بنعمله بالمعادلة اللي موجودة تحت دي تشبه لها تماما. Transverse intermediate اهو الاريا، بس بتبقى اتنين دي واحد في واحد، لان مفيش الهوريزونتال بليت اللي فوق واللي تحت. فبيبقى عندي بعد كده بناخد برضو 25 تي ويب، وبنحسب برضو الانرشيا حوالين الانرشيا الضعيفه زي ما هنشوف. الانرشيا الضعيفه دي هي تشبه اللي فاتت، بس هنا بقى طبعا مفيش الهوريزونتال فلذلك شلناه. وبرضو كالعاده ممكن تهمل الترم اللي فيه تي تكعيب ويب لانه صغير جدا. هنشوف بقى الديزاين وخطوات الحل في السلايد اللي جايه، على اساس ان هم هتصمم كومبريشن ممبر. الجدول المرسوم قدامك ده بيبين ملخص لكل ما سبق لثلاث انواع الفيرتيكال ستيبل. الاند بيرنج الفورس اللي فيها كيو ماكسيموم مين جيردر بتاعت المين جيردر، كيو ماكسيموم بتاع المين جيردر. الانترميديت بيرنج يا اما بتاخد الاكبر من كيو ماكسيم بتاع كروس جيردر، خد بالك، يا اما سي اس اللي شفناها متبروزه قبل كده. اما الترانسفيرس انترميديت فهي سي اس بس. الاريا ده بتاع الاند بيرنج بتاخد فيه طبعا بليت افقي وراسي وزيهم تحت يبقوا اثنين، وبتاخد ايه 12 من التي ويب. اما الانترميديت بيرنج فبتبقى نفس الحكايه، بس بتاخد ايه 25 من الويب. اخيرا الترانسفيرس انترميديت بيبقى عندك يا سيدي برضو 25 من الويب، انما مفيش البليت الافقي واللي تحت وفوق. طبعا ده ملخص لكل ما سبق، يبقى الجدول ده يغنينا عن كل ايه ما سبق. هنا طريقة الدايمنشننج أو التشويس أوف سيكشن. طبعا احنا أول واحد على الشمال زي ما احنا عارفين اللي هو الإند بيرنج، وبعدين الإنترميديات، وبعدين الترانسفيرس اللي هو نفس الترتيب اللي كان موجود في الجدول اللي فات. بي واحد وتي واحد مديك أهو بي واحد تساوي اتش ويب على 30 زائد 5، ده أول واحد على الشمال، وتي واحد بتساوي تي ويب بتاعت الويب اللي هو احنا بنحط عليه الستيف. نفس الحكاية للبعده بالظبط، والاخير برضو كلهم نفس الحكاية، مفيش اي تغير في الدايمنشن. الستريس بتاخد الفرصة على الاريا، بتاخد اف سي بتساوي 1.3 طبعا لو ستيل 44، و1.7 لو ستيل ايه 52. اما الاريا فبتبقى الاول واحد على الشمال 2 ب 1 تي 1 زائد 2 ب 2 تي 2 زائد 12 تي تربيع، وبنفرض ان ب 2 تساوي 20 تي 2، ومن هنا بنقدر نجيب ب 2. وبرده نفس الحكايه للوسطاني، تمام نفس الحكاية. طبعا هنا مفيش بي 2 وتي 2 للأخراج، يعني زي ما قلنا احنا قبل كده، لذلك عامل لك فراغ. ده سيكشن بروبرتيز، يعني ازاي تحسب الاريا والانرشيا والراديوس اوبريشن للثلاثه برضه بالترتيب، اند بيرنج انترميديت بيرنج وترانسفيرس اللي هو الاخراني. ولو ان قلنا حاجات كتير منها قبل كده، يعني الاريا زي ما انت شايف اهو 2 ب 1 تي 1، بتكلم على اول مربع، 2 ب 1 تي 1 زائد 2 ب 2 تي 2 زائد 12 تي تربيع، وده الاند بيرنج. الانترميديت بيبقى زيه تقريبا، بس بدل 12 بتبقى 25. الاخران اللي هو الترانسفيرس مفيش تي 2، هو لان مفيش افق بيبقى 2 ب 1 تي 1. اما المومنت اوف انرشيا فقلناها قبل كده، ساعه ما قلنا ممكن نعمل التي تكعيب ويب. ار دي بقى الاي اللي انت حاسبها في 2 على الاريا اللي حاسبها في 1 لكل واحد منهم، تطلع الراديوس اوف جايريشن. طبعا احنا زي ما شفنا كل الحاجات اللي فاتت كنا فرضينها، فلازم نعمل لها تشيك
اول حاجه التشيك بتاع الباكلينج برضو للثلاثه بالترتيب، فبنجيب لاندا باكلينج اللي هي ال ال بتاع الباكلينج على ار اكس اللي لسه ايه حاسبينها. ال باكلينج بناخدها زي ما هو مكتوب لك هنا 0.8 اتش ويب. طيب ودي مش لازم تزيد عن 90 ولا 110 في حالة 90 طبعا في الريل واي، 110 في الرود واي. احنا دلوقتي في مسألة الرود واي يبقى مش لازم تزيد ايه عن 10. بعد كده بتعمل التشيك اوف ستريس. التشيك اوف ستريس بتحسب اف سي سمول فورس على اريا، فورس انت عارفها بقى على حسب الحالة، والاريا برضو حسبناها فيما سبق. وبنجيب اف سي بعد ما حسبنا لندا من المعادلات اللي قدامك دي على حسب نوع الحديد ستيل 44 وستيل 52 ونحسب منها اف سي. لازم اف سي سمول تبقى اقل ما تزيدش عن اف سي كابيتال. ونشوف السلايد اللي بعده. السلايد ده خاص بالويلد زي ما انت شايف اهو، مكان الويلد اهو في جنب ثلاثة فوق اهو. و all stresses of weld بتبقى فورس على area of weld. area of weld اللي هو 4 ال ويلد في اس، وهنا تحت بشرح لك الحاجات دي. ننزل تحت خالص اخر سطر ال ويلد اللي هي اتش ويلد. ده بالنسبة طبعا احنا بنتكلم برضو اند بيرنج على الشمال، انترميديات بيرنج وترانسفيرس اخر واحد. طيب ده لازم تعمل بطول الكاميرا على كل الويب، يعني اللي يبقى لان ال ويب هنا يبقى اتش ويب. بالتالي اللي بعديه الوسطاني ممكن تعمل ال ويب اتش ويب على ثلاثة. الاخراني بتعمل ال ويب برضو اتش ويب على ثلاثة. يبقى هنا اللي اتعوض بيها ايه الويب. اما الفورس فهي اللي في الوسط دي، اصل دي قلناها قبل كده في الحقيقه بتاعت الاند بيرنج كانت كيو ماكس في الام جي، والثانيه الوسطاني ده كيو ماكس او سي اس. بس خد بالك كيو ماكس المره دي الكروس بتاخد اكبر الاكبر فيه، وسي اس في الاخراني. بس متعوض بالكلام ده فوق. المعادله دي المجموع اللي فيها هو اس، لان 0.2 اف يلد ده معلوم، الفرصه دي شايف هي معلومه، 4 ال ويلد ادينا اتكلمنا في ال ويلد بالتفصيل. يبقى الاس ده اللي هو السايز اوف ويلد هو ده اللي هتجيبه من هذه المعادله. ده بالنسبه بقى للهوريزونتال ستيفنر ده سهل جدا ما فيهوش اي مشكله، يعني هو ممكن يبقى عندك دي على 5 ودي على 2 على حسب الحاله قلنا قبل كده، على حسب ارتفاع الويب ودي شفناها قبل كده. طيب ده بيبقى بي 1 بتساوي اتش ويب على 30 زائد 5 برضو، ودي 1 بتساوي تي ويب. ده بالنسبه للي فوق. بالنسبه للي تحت بيبقى بي 2 بتساوي نص الى تلتين، من نص لتلتين بي 1 اللي انت جبتها فوق، وتي 2 برضو بتساوي تي. مسألة بسيطة جدا بالنسبة للهوريزونتال. اخر سلايد في هذه المحاضرة بالنسبة للهوريزونتال اللي فات، بتحسب الانيرشيا من المعادلة اللي قدامك دي. كل حاجات معروفة، تي 1 وبي 1 وبي وتي ويب كله معروف، وتحسب حاجة اسمها اي 2 وبتعمل تشيك واحد ان اي 1 اللي انت حاسبها فوق اهي دي لازم ما تزيدش عن 4 اتش ويب تي تكعيب ويب، واي 2 برضه لازم ما تزيدش عن اتش ويب تي تكعيب ويب. ادي التشيك البسيط جدا بتاع المسألة الهوريزونتال سيكشن. فدي سهلة جدا ومش عايزة حاجة. انا شايف ان كده انتوا كل المحاضرات خدتوهم، ويمكن بعد كده بقى طبعا انتوا كنتوا درستوا معايا الترم اللي فات، فممكن نعمل برضو مثال محلول في الاخر. بس دي هي المحاضرات اللي احنا هنديها لكم.